انها خلاص توصل. الناس كلها دلوقتي بتطالب ان انت تلعب في النهائي، وده طبيعي، ايه المشكله؟ مش بعيده، مش ده طموح، وكل واحد بيبقى عنده طموح صح. فمش بعيده، ايه المشكله؟ النادي الاهلي يقدر بتركيزه بادائه بثقته بالدفعه المعنويه وبالمكسب النهارده، مكسب كبير، اعتقد ان الامور ممكن تمشي بشكل سليم. مستر كولر هيلعب بنفس التشكيله تتوقع؟ ممكن، لانها برضو نجحت معاه، خد بالك هو برضو مش عايز يجازف، خد بالك، فممكن يلعب بنفس التشكيله، وعلى حسب دور يعني المباراه هتصير ازاي ممكن يبقى في تغيير، او لو غير ممكن يغير واحد بس في نص الملعب ممكن. ايه بتضحك على ايه يا احمد؟ على مودست. لا مودست النهارده يعني انا بضحك. تتوقع ان هيلعب بنفس التشكيله؟ يلا عشان الحلقه كده عايزين يطلعونا بره. لا لا بنسبه كبيره طبعا هيلعب بنفس التشكيل، لان زي ما قال الكابتن مشيت معايا، يعني مشيت بنفس الطريقه دي.